الرسمة السحرية. أنا الرسامة الصغيرة ميو ميو، أحب مساعدة الآخرين لنتحقق مما إذا كان أي شخص يحتاج إلى مساعدة. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى المساعدة. أيها الدب الكبير، هل تحتاج إلى مساعدة؟ هناك أعشاب ضارة على رأسي، هل يمكنك مساعدتي في إزالتها؟ اسمح لي أن أرسم مقصا وأقطع الأعشاب الضارة. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. مقص. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ يا ميو ميو، أراك لاحقا، أراك لاحقا. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى المساعدة. هل تحتاج إلى مساعدتي سانتا كلاوس؟ أوه لا، عيد الميلاد قادم ولا يزال لدي الكثير من هدايا عيد الميلاد لتنمو. لا تقلق سانتا كلاوس، سأساعدك. لا تزال شجرة عيد الميلاد شجرة صغيرة، فهي تحتاج للشمس للنمو. اسمح لي أن أرسم شمسا كبيرة. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. الشمس. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم أصفر؟ تسوق الشمس أشعة شمس الجني الصغير. انقل. تحتاج شجرة عيد الميلاد أيضا إلى الكثير من الماء. ارسم سحابة صغيرة وسيبدأ المطر. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. السحاب. حاولوا رسم الصورة. أزرق. لنسقي شجرة عيد الميلاد. واو، لقد كبرت الهدايا، ما الذي يجب أن نستخدمه لجمعها؟ اسمح لي أن أرسم صندوق هدايا. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. صندوق الهدايا.
أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدتي في الرسم؟ الرسامة الصغيرة ميوميو، شكرا لك على مساعدتي في نمو الهدايا، أراك لاحقا. عفوا، إنه لمن دواعي سروري أن أساعدك. أراك لاحقا. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى المساعدة. النجدة، النجدة. أيتها الأم الخروف، ماذا حدث؟ لقد سقط طفلي في الحفرة الكبيرة، الرجاء مساعدتي في إنقاذه. لا تقلقي، سأتحقق من ذلك. نحتاج إلى رفع الخروف الصغير بالبالون. تأتي الفراشة السحرية للمساعدة. البالون. أصدقائي الأعزاء، هل يمكنكم مساعدة؟ أحمر. أخضر. أزرق. شكرا لك يا ميو ميو، أراك لاحقا.